اول ما بدينا ندرس حاجات خفيفه، ما كناش يعني، لان ساعتها كان لسه زي ما تقول كده مخنا لسه مش متمرس، لسه متمرنش على حل المسائل بسرعه. كنا ننشط مخنا بحاجات خفيفه، يعني ما كناش بنوصل لمرحله 6 ساعات، كان ممكن نص ساعه ساعه في اليوم، ده بدايه الشهرين نص ساعه ساعه باليوم، ساعتين بكتير جدا نحل فيها حاجات خفيفه بينا اللي هو اصدقاء. يعني كنا متكونين من شلتنا او صاحبتنا كانت مكونه من 5 اصدقاء، للاسئله كلها في الشابتر او القسم الواحد انه تقريبا كل سؤال ونص او سؤالين في الدقيقه الواحده. احنا تقريبا كنا بنحط كل خمس أسئلة، نحل كل 5 اسئله او كل 4 اسئله في الدقيقه الواحده. الهدف انه نكون اسرع من اختبار قياس، ان ندخل اختبار قياس واحنا مش همنا الوقت، الهم يبقى همنا الوقت ان هو يعني بيعدي ببطء، يبقى احنا اسرع من الوقت. هو ده الهدف الاساسي ان نحط 4 اسئله في الدقيقه. طبعا كنا الحمد لله يعني اول مره او تاني مره او تالت مره كنا بنفشل، ما كناش بنكمل سؤال في الدقيقه، والحمد لله بعد تعود الفرصه الاولى وتعود الفرصه الثانيه بقى نحل تقريبا على الفرصه الثالثه 3 اسئله و4 اسئله كمان في الدقيقه. الفرصه الرابعه اللي هي الفرصه الاخيره بعد التعود الحمد لله اللي احنا مارسناه في الفرص اللي قبل كده، بقى انا بنحل تقريبا بيننا وبين اصدقائنا 6 اسئله في الدقيقه، وبتوصل ل7 و8 اسئله في الدقيقه كمان. ده بالنسبه للجزء اللفظي، وبالنسبه للجزء الكمي بنحل 5 أو 4 اسئله في الدقيقه. الحمد لله بقى انا امتلكنا موهبه ان نحل 6 أو 7 أو 8 اسئله في الدقيقه، من بعد ما كنا في البدايه زينا زي اي واحد تاني ما بنعرفش نحل مساله في نص ساعه.